فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا زرت مريضا فهل الأفضل وعظه؟ يقول: إذا زرت مريضا فهل الأفضل وعظه وتذكيره بالله، أم أسليه بالكلام وأخفف عنه؟ كلاهما كلا تجمع بين هذا وهذا، أن تسليه وأن تفتح له باب الأمل، وأنت إن شاء الله طيب واليوم أنت أحسن إلى آخره، فلان شفاه الله وفلان مريض شفاه الله، تفتح له باب الأمل، وأيضا تعظه وتذكره. نعم.